سلام عليكم. إذا تحبون محتوى السينمائي والتلفزيوني ما عليكم أمر، اشتركوا في قناتي وبعد فعل زر التنبيهات. فيلم أنا هو فيلم أكشن وإثارة من تأليف وإخراج لوك بيسون ومن بطولة ساشا لاس، هيلين ميرن، لوك إيفانز وكيليان مورفي. وقصة الفيلم عن بنت فقيرة وجميلة اسمها أنا اللي تصير واحدة من أقوى القتلة في عالم الجاسوسية. أري يا جماعة أن القصة سمعتوها من قبل وشفنا وايد أفلام شبيهة لفيلم أنا، آخرها فيلم ريد سبارو من بطولة جينيفر لورنس، وبعدها نرجع ورا فيلم سولت من بطولة أنجلينا جولي. بس هالفيلم صراحة عجيب. المخرج عنده خبرة في هالنوعية من الأفلام، وهو بداها في فيلم نيكيتا اللي نزل عام 1990 واللي سووا منها نسخة أمريكية نزلت عام 1993 اسمها The Assassin أو Point of No Return من بطولة بريجيت فوندا. صراحة أنا وايد حبيت هالفيلم وأتذكر شفته في بحرين 55. وفيلم نيكيتا سوى له ريميك في هونغ كونغ وبعد في إيطاليا، وزدكم من الشعر بيت. بعد في مسلسل نزل عام 97 اسمه نيكيتا، وبعد سووا له المسلسل ريبوت نزل عام 2010 اسمه نيكيتا وبطولة ماجي كيو. والمخرج كتب وأخرج فيلم ليون، فيلم خطير وعجيب أتوقع تعرفونه وشفتوه، يعني الريال فاهم أفلام الأكشن عدل. ولوك بيسون يحب يسوي أفلام عن شخصيات كذي بدايتها ضعيفة بعدين تصير قوية ومظلمة ومعقدة، وأغلب الوقت الشخصيات دي تكون شخصيات نسائية. يعني هو كتب وأخرج فيلم لوسي، وبعد كتب فيلم كولومبيانا. على فكرة ترى هو لا يد في العديد من الأعمال السينمائية الخطيرة، لو تدشون صفحته في IMDB بتشوفون تنوع فني مذهل. ففي فيلم أنا حسيت أن لوك رجع للعالم اللي هو يحبه وعطانا فيلم وايد حلو. وأكرر يا جماعة الخير، ترى التنفيذ شيء مهم، هالفكرة دي مكررة ولكن التنفيذ صراحة كان قوي. وفي هالفيلم ترى في ستوري، في قصة فيها عمق، من أول 5 دقائق أنا دمشت مع الفيلم لآخر لحظة. وفي أفلام في هوليوود تطلع بشكل عجيب وكول وميزانية ضخمة ولكن القصة سطحية، فنشوف إحنا فيلم ممل أو فيلم عادي. حبيت طريقة عرض القصة، القفزات في الخط الزمني عشان يشوش التفكير وبعد يزيد فضول المشاهد. وعن الأكشن صراحة المشاهد الأكشن كانت مدروسة صح، كانت دموية وعنيفة وسريعة وفيها إبداع، والمخرج عرف يخدعنا إحنا كمشاهدين. ترى مو سهل ننخدع لأن إحنا شفنا وايد أفلام كذي، ولكن هني تطلع الشطارة. في هالفيلم في كم نقطة ضعف. أول شيء تمثيل البطلة ساشا كان تمثيلها خشبي في بعض الأحيان، وأنا أدري إنه هاي ثاني فيلم في حياتها المهنية وهاي أول دور بطولة لها، ولكن أحس إن هي كانت تحتاج إن تنعصر أكثر. وأنا صراحة أحس إن الفيلم كان ممكن يكون أقوى لو دور البطولة راح حق ممثلة ثانية مثل مارغو روبي، سير شارونن، أنا تايلر جوي. بس تخيلوا معي لو واحدة منهم مثلت دور أنا، بيصير الفيلم ترى نار. وفي ترى مشاهد إن الشخصية تكون في صراع نفسي شديد، لأن الكاميرا تصير زوم على وجه ساشا أنا ترى ما صدقها، يبين إن هي تمثل، ترى العين تفضح. وتطوير الشخصيات الثانوية ما كان كافي، كان وايد سريع، أنا كنت أبي أكثر. وأنا أتفهم الغموض في عالم جاسوسية، بس بعد نحتاج شوية عمق للشخصيات الثانوية. ترى يعني لوك إيفانز وهيلين ميرن وكيليان مورفي ممثلين قواي، فأنا كمشاهد كنت أبي أشوف أكثر عن شخصياتهم. وفي مشاكل بسيطة في المونتاج، في القطعات والمشاهد الانتقالية. أنا ترى هني ما ألوم الأديتر، ألوم المخرج، بس ما أعرف ليش هو اختار هالستايل. وفي شيء لفت انتباهي، التكنولوجيا. في الفيلم استخدموا يعني لابتوبس واستخدموا تلفونات نقالة، طبعاً تلفونات القديمة. ولكن القصة في أواخر الثمانينات بداية التسعينات، فأنا دخلت جوجل عن العين والنفس وتأكدت، فخلنا نقول عدت على خير. في نهاية المطاف أنا فيلم أكشن ممتع، فيه قصة وحبكة وتويستات، وأنا متأكد أنه راح يعجب الناس اللي عندهم اهتمام في أفلام الجاسوسية والأساسنز. تقييمي الشخصي 7.5/10 وانصحكم بالمتابعة. قولوا لي يا جماعة أي فيلم عندكم أحلى، ريد سبارو أو أنا؟ وهل تشوفون ساشا لاس كانت الخيار الموفق لدور البطولة، أو تشوفون إن في ممثلات غير كانوا أفضل؟ وهل تشوفون المخرج لوك بيسون وايد مع الفيمينزم، وايد مع النشاط النسائي أو ضده؟ أنا أشوفه مع الفيمينزم ولكن وايد عنيف. خبروني برأيكم في قسم التعليقات، وإذا حبيتوا هالفيديو ذي طقونا لايك وسوونا شير وسبسكرايب وبعد فولو للإنستغرام والتويتر. وإذا ما حبيتوا هالفيديو ذي تبطقونا ديسلايك ما عندي أي مشكلة، بس خبروني ليش. يلا يا جماعة شوفكم على خير. شفت أمريكان هورور ستوري الجديد؟